ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على موضوع اجتماعي، لكن موضوع مهم جدا جدا، وموضوع يعني هيهم كل البنات بقى. يعني انا عايزة البنات كلها تجمع في الموضوع ده ونصحصح كده ونفوق عشان نعرف ايه الحاجات اللي بتلفت انتباه الرجل جدا، والحاجات اللي ما يقدرش يقاومها في المرأة. في حاجات كتير جدا، بس انا عايزة الموضوع ده يتاخد شير كتير، لان لو الموضوع ده لقيته ان هو بقى في ناس كتيرة وفي اقبال عليه وفي تعليقات كتيرة عليه ولايك كتير، هعمل حاجة تانية زيه بس هتبقى جامدة جدا برضو. موضوع النهاردة هيهمكم جدا جدا، وعلينا ان احنا لو في واحد حاسين ان هو بيحبنا فان احنا نتبع الشخصية اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. اول حاجة، الرجل بينجذب جدا جدا للمرأة اللي هي بتكون واثقة في نفسها، تكون واثقة في نفسها وواثقة في رأيها جدا، ما تكونش ماشية على كلام اصحابها، ان هي ما تكونش اصحابها قادرين يغيروا فيها، ما يكونش حد بيعرف يفرض سلطته عليها، تكون حرة وقرارها من دماغها، تكون عارفة تبقى عادي جدا عايشة حياتها عادي وكل حاجة بثقة في النفس، لكن مع احترام. يعني تكون واثقة في نفسها وعاقلة جدا، يعني واثقة في نفسها دي يعني امرأة عاقلة. كمان ما يمنعش ان الرجل بينجذب للمرأة كمان الرومانسية اللي هي حساسة، اللي هي بتبقى فيها حب، اللي بتدلعه من الاخر. المرأة اللي عندها رومانسية حلوة بتخلي الرجل مهما يجي تعبان من الشغل قادر ان هو ينسى تعب الشغل وينسى تعب الدنيا، هو ما صدق جه لموطنه. نقدر نقول كده ان المرأة الرومانسية للرجل هي موطن، يعني ما يقدرش ان هو يسيبها في يوم من الايام، او يقدر يفضل حد تاني عليها مادام هي المرأة الحساسة بالنسبة له، اللي بتديله كل اهتماماتها، اللي هي بتحبه بشغف، رومانسية بتقول كلمات لطيفة دايما، ما بتستخدمش النكد او الزعل في حياتها، لا بتبقى عارفة تحدد حياتها، انا هنا رومانسية وهنا بعرف اتكلم كذا كذا، وهنا بعرف اتكلم لو موضوع فيه صعب شوية اعرف اتكلم بطريقة هادية ونعرف نتفاهم. كمان المرأة اللي بيحبها جدا المرأة اللي هو ما يتعبش معاها في ان هو يفضل يفهم وانت مش فاهماني وان احنا مش لا، بيحب قوي المرأة الذكية، المرأة الذكية اللي يكون عندها اللي بتفهمه بسرعة، اللي هي عندها قدرة بان هي تلم معلومات كتير، اللي عندها نظرة مستقبلية، اللي هي تبقى قاعدة كده وفاهمة الدنيا ماشية ازاي، اللي عندها وعي وسرعة بديهة وتفاهم وتبقى لبقة، الحاجات اللي زي كده. بيحب المرأة الدبلوماسية والواعية، بتلفت انتباهه بشكل كبير جدا جدا. يعني انت لو مراته وعندك الصفة دي يستحيل ان هو برضو يقارنك بحد تاني، لان هو ما صدق لها حد فاهماه ولقى واحدة عندها وعي بالمستقبل ووعي بالدنيا، فبالنسبة له انت حاجة هتبقى كبيرة قوي قوي. كمان في حاجة تانية، بيحب الرجل كمان المرأة اللي هي عفوية، اللي دايما بتتعامل معاه بعفوية وبوضوح وبصراحة، بتتعامل معاه مش متصنعة بشخصيتها العادية، يعني مش اللي هو بتوري له شكل وهي أساسا شكل تاني، مش بتتكلم معاه بطريقة متصنعة، مش كذابة بمعنى أصح، اللي تكون صريحة مش كذابة مش منافقة، بتتعامل معاه بشكل عفوي جدا، بشكل متزن، بشكل عادي جدا تلقائي، فبيحس ان هو واخد راحته معاه اكتر، بيحس ان هو عايز يتكلم معاها اكتر. كمان بيحب قوي قوي المرأة الطموحة اللي هي دايما بترسم اهداف لحياتها وبترسم وبتخطط لدنيتها، بيحس ان هي هتكون امرأة مسؤولة عن حياته ومسؤولة عن بيته ومسؤولة عن اولاده، فبيكون فرحان بيها جدا. كمان في مرأة تانية بيعشقها جدا وبالنسبة له بيقدرها جدا جدا، يعني بالنسبة له بتبقى ملفتة قوي، المرأة اللي هي عندها القدرة على ان هي تطبطب عليه، ان هي لما تلاقيه زعلان تقدر تخرجه من الواقع اللي هو فيه او تخرجه من الحاجة اللي هو فيه، تقدر كمان يكون عندها نوعا ما من اللي هو القناعة، يعني يكون عندها نسبة قناعة قوية وعندها تبقى حب، يعني تحبه اكتر، تطبطب عليه، تخليه ان هو تقدر تواسيه، تكون معاه على الحلوة وعلى المرة، القناعة اللي هي تبقى معاه على الحلوة وعلى المرة، بيحس وقتها ان هو مع واحدة امان، يعني هيحسس ان هو معاها هي مصدر الامان بالنسبة له، ان هي عمرها ما هتغدر بيه او تخونه او تسيبه عشان مثلا هو وقع في عمله او ان هو حاجة زي كده، لا، عايز المرأة اللي بتكون كمان بتدعمه، المرأة اللي دايما بتدعم الرجل، اللي دايما بتدعم وبيعرف ده من دعمها لاصدقائها، لما بتدعم الناس وامرأة عفوية بتدعم الدنيا والكلام ده، يبقى معناها ان هي هتدعمه هو كمان، فبيبقى بيتعامل معاها مجرد ما يحس منها بدعمه وبقوة، وان هي بتقوي شخصيته وبتديله طاقة ايجابية، ده
بالنسبة له برضو بيبقى ملفت جدا جدا، ووقتها عمره ما هيسيب المرأة اللي هي من النوع ده. كمان حاجة تانية مهمة، كتير مننا احنا يا عرب ويعني اللي بنتكلم عربي يعني الوطن العربي كله، اللي عندنا دايما حتة ان الرجل عينه زايغة على الأوروبية او على الأجنبية عشان العيون ومش عايزة اقول لكم ان الرجل عينه ممكن تكون بتبص للحاجة المختلفة، لكن مش بيبص ليها اللي هو تكون مسؤولة عن حياته. لا، دايما الرجل بيبقى مصدر او الانجازات بالنسبة له للمرأة من بلده، من حياته هو، من اللي بتاع اللي بيتكلم لينا كلامنا زي بعض وحياتنا زي بعض ونبقى شبه بعضينا، فبيكون عنده الجاذبية او بيميل اكتر للموضوع ده. في كله يعني بينجذبوا بره، احنا مش بنتكلم على دول، مش عايزين اساسا نتكلم على دول، احنا بنتكلم على الرجالة الحلوة عامة. بس حقيقي يعني معظم الرجالة بنسبة 90% ان هم بينجذبوا للمرأة اللي هي منهم، مننا نعرف نتكلم مع بعض وحياتنا تبقى زي بعض وكلنا من مكان واحد، تبقى شبهي يعني في حياتي واسلوبي والكلام ده، فده بيلفت انتباهه جدا جدا. بيبقى بيلفت انتباهه كمان الرجل الشرقي ان هو يلاقي المرأة الشرقية اللي زيه اللي هي تحافظ على التقاليد وما يخافش منها في يوم من الايام. طبعا احنا فاهمين فكرة الخوف من ايه والتقاليد الشرقية بتاعتنا بتجمعنا على ايه، فأنا مش عايزة أكلف بس احنا كلنا فاهمين طبعا. يعني الرجل بيدور على الوحدة اللي تصون واللي هي تكون معاه ويبقى عنده قدرة ان هو يبقى يخليها مسؤولة عن حياته وعن ولاده، يعني ما يخافش من اي حاجة، فده برضو بيقدر جدا جدا. والمرأة دي ما ينفعش ان هو يسيبها، ما بيعرفش ان هو يسيبها. كمان في حاجات تانية كتير قوي، خلونا نقول منها بعضها. كمان المرأة المبهجة اللي دايما ليها طلة مبهجة، يعني دي شوية فيها شبه من المرأة المنطلقة، لكن المرأة المبهجة اللي دايما عندها ميل ناحية السعادة، اللي بتحب دايما تكون سعيدة وفرفوشة، اللي دايما بتقول له كلام سعيد، دايما بتبقى بتعمل حركات كده فيها طفولة، دايما بتلعب معاه، دايما اللي هو تهزري معاه هزار اللي هو فيه ضحك وفيه سعادة، دايما بتبقي بيتك يكون فيه بهجة وفيه سعادة وفيه تغيير في الديكورات، تكون عندك اهتمام بنظافة البيت بشكل كبير جدا، ان يكون في الوان مبهجه في البيت، الوان مبهجه انت كمان تلبسي الوان مبهجه قدامه، يحس ان انت حاجه كده حلوه اللي هو تلفتي نظره بشكل كبير. كمان خلينا مادام قلنا النقطه دي، خلينا نقول على المراه اللي هي الجذابه او الانيقه المهتمه قوي لحالها، المراه اللي هي بتعرف تلبس هدوم والوان وتجذب يعني تجمع ما بين الالوان وعندها اندماج حلو في اللبس وشيك، يعني بمعنى اصح مراه انيقه تكون ليها من الشياكة عنوان اللي هو تجذبيه باللبس بتاعك، بالستايل بتاعك، بطريقة شعرك، بطريقة لبسك، بألوانك اللي بتلبسيها. الألوان المبهجة اللي انت بتلبسيها دي بتعطيله ان انت شخصية مبهجة، ان انت شخصية الله ايه دي حاسسة ان هي وردة او طفلة صغيرة، هتبقى حاجة ممتعة قوي، مع ان انت تكوني شخصية قوية، يعني شخصية عندك وعي وعندك ثقافة وعندك عندك طموح، يعني بتعملي اهداف لنفسك بتحاول ان انت تسعي لتحقيق اهدافك ده، فده بالنسبة له حاجة كبيرة جدا جدا. كمان في حاجة تانية مهمة قوي قوي، ان الرجل دايما دايما بيجري وراء المرأة اللي بتسمعه، اللي دايما عنده لما يكون عنده مشكلة تحاول ان هي تكون جنبه وتخفف عنه وتسمع له احكي ويحكي لها كل حاجة، حتى لو الحاجة دي ممكن تكون غلط، لو حاجة دي ممكن تكون يعني حاجة بشعة، تسمع له وتحاول ان هي تهدي منه وتحاول ان هي لو مش تاخد الكلام وتصور عليه، مش اللي هو انا هاخد الكلام وانكد عليك، لا، الرجل في وقت ما هو متضايق عايز الوحده اللي تسمع له وتطبطب عليه، ونحاول نحل الموضوع بالراحه وبالهداوه ويكون نفسنا هادي. الرجل دايما بينجذب للمراه اللي هي بتكون رومانسيه وعندها حب وبتميل ناحيه الحب جدا، وفي نفس الوقت اللي نفسها هادي، اللي بتتكلم معاه دايما بهدوء، اللي مش من اي حاجه نعصب ونعمل خناقه، اللي هو مش عشان بيجي يحكي لنا فاحنا نروح ننكد على الدنيا، مش هيحكي لك تاني، يعني انت لو هو حكى لك حاجه وانت استخدمتيها وقلت له فاكر لما انت قلت ولا عملت، ما هو اكيد مش هيحكي لك حاجه تاني ما دام انت اسلوبك ده. فالنقطه دي لازم ان احنا نستخدمها جدا جدا مع اللي احنا بنحبهم، ان احنا نسمع لهم وان احنا نكون الامل او الحاجه اللي بتخليهم ان هم يعني تعالوا احنا الحضن بتاعكم او احنا الوطن بتاعكم. وكمان حاجة تانية، يعني مش معنى برضو ان انا بقول ان انت ما تسمعلوش وتنكدي، لا،
انت ممكن تنكدي عليه بحاجه تانية باهمالك لنفسك. يعني برضو هو عايز الانيقه، المراه الانيقه مش في البدايه بس، هو عايز المراه لما حتى بعد الجواز ما تهمليش في نفسك. يعني مش خاطر الاولاد واكل بقى وانت بتعملي حاجات كتيره فتهملي بنفسك، لا ممكن يبص بره، وقتها يبص بره لان شايف بره حاجه انيقه مش دي اللي انا خدتها. يعني اللي انا خدتها كانت واحده مهتميه بنفسها اكتر. فخليكي دايما مهتميه بنفسك، خليكي دايما تكوني على قدر من الاناقه، تعملي اختلاف في الوانك، في لبسك، في حركتك، في الديكور بتاع بيتك، في حياتك عامه، في طريقتك، الحاجات اللي زي كده. الرجل بيقدر جدا جدا، بس بيقدر الشخصيه اللي هو عارف ان هي لا هي كويسه جدا وهي حلوه وهي مش عارفه ايه، لكن ممكن يكون عندها دلوقتي مشغولات، لكن مش هتفضلي كتير كده. يعني ممكن يقدرك ويستنى شويه، يصبر شويه، لكن مش هيستنى كتير. فلازم يكون عندنا وعي قوي في النقطه دي. كمان حاجه تانية، الرجل بينجذب جدا جدا للمراه اللي هي القويه. القويه مش بمعنى القوه اللي لسه قلناها من شويه، لا، القويه في المواقف الصعبه، يعني اللي هي بتبقى قادره، عندها القدره ان هي تتحرك في المواقف الصعبه بتفكير وبعقل، اللي هو يبقى مبهور بيكي انت معقوله في عز ازمتك بتقدري ان انت تفكري وتبقي انسانه ناجحه. دي شخصيه بتبهر الرجل، فدي حاجه بتكون قويه جدا جدا، بيبقى هو شايفها ان انت شخصيه ب100 رجل، ودي حاجه بيتمنى وبيجري عليها ان هو يعني ما يصدق يلاقي شخصيه زي فده كان موضوع النهاردة. بتمنى ان انا اكون في التكم، وبتمنى ان الكلام ده يكون فعلا لو انتوا في حد انتوا بتحبوه وعايزين او خايفين على العلاقة بتاعتكم ان هي تخسروها، حاولوا ان انتوا تخلي بالكم من النقط دي كويس جدا جدا. في حاجات فيهم مهمة قوي وبتهم الرجل فعلا، الحاجات دي حقيقي بتهمه جدا، مش هيجي يقول لنا كده ابدا، وعمره ما هيجي يوضح ولا يقول الحاجات دي، ده حاجات بالنسبة له بتتحسي يعني. فلازم تكوني انت عندك الشعور بنفسك جدا، هو مش هيجي يقولك كده تماما مهما كان بيحبك، مش هيجي يقولك خلي بالك انت ما بتسمعينيش، خلي بالك انت مهملة في نفسك، خلي بالك مش هيجي يقول ده. فلازم ان احنا نكون عارفين النقط دي كويس جدا. عشان كده انا عايزه الموضوع ده يتبقى شير كتير كتير كتير، وطبعا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه، تفعيل الجرس. سلام.